ما القيمة الاستراتيجية للقرن الإفريقي؟ ولماذا يتحول باضطراد إلى مركز صراع إقليمي ودولي؟ أي دوافع وراء الحضور المتزايد لبعض دول الخليج العربي في موانئ القرن الإفريقي؟ كيف سيعاد رسم معالم الجغرافيا السياسية الجديدة للمنطقة في ضوء التنافس الراهن؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان القرن الإفريقي وجاذبية المصالح الإقليمية